مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مصر بتبني، والتي نقدمها من هنا في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. الأكيد أن قطاع الزراعة المصري يعيش نقلة نوعية غير مسبوقة على عدة مستويات، لعل من أبرزها التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع والتمدد في استخدام التكنولوجيا الجديدة في الزراعة باستخدام الزراعات المحمية كالصوب الزراعية والبيوت الزراعية العملاقة، أيضا تطوير منظومة الري، وأخيرا هذا البرنامج الوطني الطموح لإنتاج بذور الخضروات على مستوى واسع، وهذا بالتحديد ما سوف نناقشه في هذه الحلقة. الواقع أن هذا البرنامج تم تدشينه في يوليو من عام 2019 في أكبر برنامج علمي مصري طموح بأيد مصرية، وذلك لتوفير بذور إنتاج الخضروات لكل المزارعين، والتي سيتم طرحها على المزارعين بحلول فبراير من عام 2021 ليساهم في حل مشكلة لطالما أرقت قطاع الزراعة بأكمله. فهو من ناحية سيوفر البذور بكميات كبيرة وبأسعار معتدلة لكافة المزارعين، وبالتالي سينهي احتكارها أو قلتها في بعض الأوقات، كما أنه سيرفع إنتاجية الفدان الواحد باستخدام بذور منتقاة. تقول الأرقام إن مصر تستورد حالياً ما يصل إلى 98% من حاجتها من بذور إنتاج الخضروات، تصل تكلفتها السنوية إلى نحو 1 مليار جنيه، وإن الهدف من هذا البرنامج هو تقليل هذه الكميات بنحو 20% خلال 3 سنوات، تزيد بالتدريج مع انتشار هذا البرنامج. تصل تكلفة هذا المشروع إلى نحو 30 مليون جنيه لإنتاج 23 صنفاً من البذور الخاصة بإنتاج 11 صنفاً من الخضروات عالية الاستهلاك كالطماطم والخيار والكوسة والفلفل وغيرها. إذا كانت مصر تنتج حالياً ما يصل إلى نحو 20 مليون طن من الخضروات سنوياً، وتصدر ما يصل إلى نحو 4.5 مليون طن من الخضروات، فإن هذه الكميات ستزيد بالتدريج مع انتشار هذه البذور وإنتاجيتها.